مساء الخير على حضراتكم جميعا، واحنا بنودع سنه 2022. الحقيقه انه يعني كان في خبر احزن كل عشاق الساحره المستديره، خبر رحيل الاسطوره بيلي. يعني كل الصحف العالمية هو ده الخبر الأهم المتصدر عناوين ووسائل الإعلام في العالم كله منذ أمس. النهاردة أعلن كمان الرئيس البرازيلي المنتهي ولايته جاير بولسونارو الخميس الحداد الرسمي 3 أيام على وفاة لاعب كرة القدم الأسطوري بيلي في مرسوم نشرته الجريدة الرسمية. نص المرسوم كان انه الحداد الرسمي هيعلن في كل انحاء البلاد في بادره تكريميه بعد وفاه بيلي اثر معاناه كبيره مع مرض السرطان عن عمر ناهز 82 سنه. حكومه البرازيل كمان هي اصدرت بيان رسمي نعت فيه بيلي وقالت كان بيلي ملك كره القدم، احد اعظم الرياضيين على مر العصور، اظهر بطل العالم الوحيد 3 مرات منهم مرتين على التوالي من خلال أفعاله، إنه بالإضافة إلى كونه رياضيا عظيما كان أيضا مواطنا عظيما ووطنيا يحمل اسم البرازيل أينما ذهب. النهاردة هو نعي بيلي. CNN كمان عبر موقعها الرسمي نشرت الخبر في تقرير كبير وقالت وفاة أسطورة كرة القدم بيلي عن عمر 82 سنة. صحيفة ماركا الإسبانية المهتمة بكرة القدم كمان قالت وفاة بيلي كرة القدم فقدت الملك. الجارديان البريطانية نشرت الخبر بصورة بيلي وهو بيحتفل بفوزه بكأس العالم سنة 70 وقالت بيلي أسطورة كأس العالم البرازيلية توفى عن عمر 82 سنة. عدد كبير من نجوم وأساطير كرة القدم في العالم حرصوا على نعي بيلي، منهم طبعا البرازيلي نيمار واللي كتب منشور على حسابه عبر موقع انستغرام وقال فيه قبل بيلي رقم 10 كان مجرد رقم، قرأت هذه العبارة في مكان ما في مرحلة ما من حياتي، لكن هذه العبارة الجميلة غير مكتملة. أود أن أقول أن كرة القدم قبل بيلي كانت مجرد رياضة، غير بيلي كل شيء، حول كرة القدم من فن إلى ترفيه، لقد أعطى صوتا للفقراء والسود خاصة، أعطى رؤية للبرازيل. كرة القدم والبرازيل رفعتا مكانتهما بفضل الملك، لقد رحل لكن سحره سيبقى بيلي أبدي. أما نجمنا المصري محمد صلاح فنشر صورة لبيلي وكتب عليها وداعا يا أسطورة كرة القدم، وأيضا النجم الأرجنتيني ميسي نشر صورة لبيلي على إنستغرام وكتب عليها ارقد بسلام بيلي. أما النجم الفرنسي مبابي فكتب على حسابه الشخصي على تويتر لقد تركنا ملك كرة القدم لكن تاريخه لن ينسى أبدا. كمان النجم كريستيانو رونالدو كتب على إنستغرام أقدم التعازي لكل البرازيل وبالأخص أسرة بيلي، فقط كلمة الوداع للملك لن تكون كافية لكي تعبر عن الألم الذي بداخل عالم كرة القدم الآن، لكن كان مصدر إلهام للملايين ستعيش في ذاكرتنا للأبد. أرقد في سلام أيها الملك بيلي. اهلا بحضراتكم من جديد. الحقيقه انه يعني الكام يوم اللي فاتوا كان في حاله كبيره من الجدل اثيرت على مواقع التواصل الاجتماعي عشان مساله الاشتراطات الزواج الجديده وكل بيتكلم عنها وايه اللي هيحصل، وهو الموضوع لسه يعني قانون يناقشه البرلمان. والحقيقه انه حاله الجدل دي كان سببها الرئيسي انتشار مجموعه من الشائعات والمعلومات المغلوطه حوالين الاشتراطات الجديده، والحقيقه ده يعني البعض بيروج له أهدافه مختلفة، اللي عنده مصلحة زي مثلا قصة المأذون اللي شفناها وتابعناها جميعا اللي طلع انه يطلب من الناس انه تجوزوا بسرعة علشان ما تدفعوش المبالغ الخاصة اللي قال عليها مبالغ ضخمة مش عارفة 20,000 جنيه حاجة شبه كده لصندوق رعاية الأسرة. حان الموضوع ده طبعا غير صحيح بالمرة وانه كان في تحرك للسلطات وأمر بضبطه وإحضاره لأنه الموضوع مجرد شائعات هدفها الحقيقة انه يعني
وده بقينا بنشوفه مع اي قانون او اي محاوله جديده، دايما بيحصل موضوع الشائعات ده وانه الناس تطلع تقول كلام مش حقيقي. طيب القصه هنا انه بعض الناس بتحاول انها تقدم صوره سلبيه وتقدم معلومات مغلوطه، هدفها الحقيقه انه ما يكونش في توعيه كامله باشتراطات الحقيقيه. طب احنا لو ركزنا شويه كده في تفاصيل القانون تضايق مين؟ انا شايفه الحقيقه انها فرصه حقيقيه انه يكون في مفاهيم جديده، مفاهيم صحيه للجواز. مين فينا يختلف على انه مثلا لازم يكون الطرفين واضحين مع بعض، لازم يكون الكل على علم بالحاله الصحيه للطرف الاخر، الكل كمان على علم ب يعني وده حقه الحقيقه سواء زوج او زوجه انه يعرف انه الطرف الاخر سواء كان مدمن مخدرات او غيره. كل الاشتراطات اللي موجوده الحقيقه ترسخ لفكره انه الجواز مسؤوليه، ومسؤوليه كبيره، ومسؤوليه مشتركه ما بين طرفين. لازم تكون يعني بعد ما شفنا كم القضايا اللي موجوده في محاكم الاسره لازم تكون تحت عين مؤسسات الدوله. لازم نحاول ان احنا نرجع مساله تماسك الاسره، نرجع مساله الحياه الزوجيه الصحيه. اعتقد ان ده مربط الفرس. هدفنا كلنا في النهايه انه نقلل المشاكل اللي حصلت، نسبه الطلاق المرتفعه جدا السنين اللي فاتت بعد سنه اولى وسنه تانية جواز، وبيكون في اطفال في عمر الشهور، ومحاكم وقضايا، اب عندان في ام مش عايز يصرف على اولاده، وام حارمه اب من انه يشوف اولاده. الحقيقه انه كل ده لازم ينظمه القانون. دلوقتي معانا دكتوره نهى السن، استاذ علم الاجتماع بجامعه العريش. اهلا بحضرتك يا دكتور، مساء الخير عليكي. برايك يعني كيف سينظم القانون الاحوال الشخصيه الجديد مساله الاختلافات القائمه بالفعل في محاكم الاسره، وانه زي ما كنت بتكلم ام حارمه اب من انه يشوف ولاده بعد الطلاق، او اب ما بيصرفش على ولاده بعد الطلاق؟ مساء الخير يا استاذه هدير، ومساء سعيد على كل المشاهدين ان شاء الله. الحقيقه ان احنا فعلا زي ما حضرتك قلتي فعلا يعني شفنا حاله من الجدل والاستقطاب كده على المستوى الحواري داخل المجتمع كله، سواء على السوشيال ميديا او حتى في الصالونات الثقافيه. حوار كده شبيه بخناقه بين الرجل والمراه. صحيح. ما بين بقى الاستعلاء الذكوري من حيث رغبه الرجل في الحفاظ على مكانته وقوامته ورغبته في زياده التحكم، وما بين بقى على الجانب الاخر بتشعر بعض النساء او المراه عموما برغبتها في ان هي عايزه تاخد حقها، يعني بعد سنين يعني كانت يعني حقها كان مهمل وكان وتحصل على يعني مكاسب اكتر. الحقيقه ان القانون يعني احنا كنا في حاجه ملحه لخروج قانون للاحوال الشخصيه جديد يكون متوازن وعادل. يعني يصاغ بقى بشكل متكامل ومفصل يعني قصور القانون القديم، يشعر معاه بقى يعني كل الاطراف يعني كانها رساله طمانينه للاجيال الجايه ان في حاله الخلاف كل طرف هياخد حقه. ف او في حاله ان طرف هيأثر الطرف الثاني مش هيضيع. ف وده اللي احنا كنا محتاجينه حقيقي. ما بين بقى كانت في زيجات كده بتستحمل ديمومه علاقه عشان مش عارفه تاخد حقها. وكان بعض الزوجات او بعض الازواج، فالقانون الحقيقه ان هو يجي بشكل مفصل يحسم الخلاف بقى او الصراع بين الطرفين، ده احنا الحقيقه كنا في حاجه مجتمعيه ليه جدا. ما يتضمنه بقى القانون من الكشف والتحليل والحاله الصحيه لكل طرف، الحقيقه دي برضه بمثابه علاج جذري للمشكلات الاجتماعيه اللي كانت بتقابل الزوجين، يا اما كانت الموضوع ده كان بينتهي بالطلاق او كانت ديمومة علاقة مأساوية كان بيدفع يعني ثمنها احد الطرفين، وكنت زي ما حضرتك تفضلتي وقلتي بيجيبوا طفل في بداية جوازهم، فبيبقى في طرف ثالث بيدفع الثمن ان هو بينشأ في بيئة غير صحية للتنشئة الاجتماعية وغير سليمة. وكان بقى الحل ان هم مثلا كانوا عرفوا الحالة الصحية او عرفوا ان الحالة مثلا ان هو يكون في تحليل او في ادمان او في كده، كان هيبقى الحل في ده، كنت هتحلي عديد من المشاكل. فكمان يعني القانون الحقيقه كمان فكره الرؤيه الالكترونيه دي كانت برضو حاجه موفقه جدا، الابهات اللي مسافره والابهات الغائبه او اب حالته الصحيه لا تسمح انه يشوف ابنه، ما ينفعش تنعدم الرؤيه تماما. فالرؤيه الالكترونيه دي كمان كان يعني حل الحقيقه ابداعي برضو، ان هو بيضمن ان الابن يتواصل مع باباه عشان تكوينه النفسي وتكوينه الاجتماعي يكون سليم.
ايضا يا دكتور يمكن كان هناك حديث عن اجراءات اكثر للقاضي علشان يقدر انه يكون في اجراءات عاجله للتدخل لحمايه الاسره، حمايه الاطفال. تطرق كمان مشروع القانون للمشاكل بتاعه الخطوبه، مشاكل الجواز العرفي، اعتقد انه ما كانش في قوانين سابقه بتتعرض لده. ما كانش في قوانين تفصيليه وما كانش في قوانين حاسمه، وكانت بقى الايه اوقات القاضي هو قدامه قانون وورق، فكان بيبقى مش قادر يحكم لان مفيش تشريع مناسب للحاله. ف يعني استحداث القانون ده بيمنح القاضي صلاحيات اكبر، بيمنحه صلاحيات اكبر تساعده في ان هو يحقق العداله الناجزه. ما هو تاخير الموضوع عشان يقدر يحل خلاف وتاخيره اللي في ناس بتدفع ثمنه، في اطفال بتدفع الثمن. صحيح. فاعطاء هذه الصلاحيات طبعا كان برضو يعني حل جذري للمشكله او للمشكلات الاجتماعيه، وعشان ما فيش ناس تحس ان هي اطراف تحس انها اتظلمت، في حد ام ما بتبقاش معيله وملهاش مصدر دخل اقتصادي مناسب تصرف بيه على الاولاد، فكانت في اولاد بتضيع واولاد بتشرد. فالحل القانون بتشريعاته بحل جذري لهذه المشكلات الحقيقه ان احنا كنا في حاجه ملحه ليه. إلى أي مدى حضرتك شايفة أنه ده ينقذ أطفال كتير كانت بتعاني في حالة الانفصال؟ يعني طبعا فكرة أن طفل مفيش مش لاقي مثلا دخل مناسب يعيشه حياة كريمة فيضطر أن هو ينزل للشارع، وبعد كده بقى عديد من المشكلات المتتالية بقى، يعني طفل شوارع، فبعدين حد مشرد، فبعدين حد بعد كده ممكن تبقى بيئة صالحة أنه يبقى يسرق أو يبقى عنده مشكلات يعني سلوكيه او اخلاقيه، فبتنقذ بينقذ اجيال جايه. ومراه كانت بتدفع بقول لحضرتك ديمومه علاقه علشان خاطر ما عندهاش دخل اقتصادي، فيعني دي لحل يعني بنسبه كبيره بيحل المشكله من جذورها. احنا بنشكر حضرتك، شكرا جزيلا دكتور نهى السن استاذ علم الاجتماع بجامعه العريش، شكرا جزيلا على وجود حضرتك معانا. نروح مع حضراتكم دلوقتي لفاصل ونرجع بعده نكمل كلامنا، خليكم مستنيين. اهلا بحضراتكم من جديد، بنودع عام 2022 ونستقبل 2023، كل سنه وكل مشاهدينا بخير وصحه ومحبه وسلام. طبعا في الوقت ده من السنه يعني كتير من الناس بيكون عندهم اهتمام بمساله الابراج والتنبؤات والتوقعات للعام الجديد. مدى تاثير ده على صحتنا النفسيه، على قراراتنا انها تكون قرارات سليمه، هنتكلم يعني اكتر بشيء من التفصيل مع دكتور محمد حموده استشاري الطب النفسي. مساء الخير على حضرتك يا دكتور، كل سنه وانت طيب. حضرتك طيبه والمشاهدين بخير. الى اي مدى مساله انه اكيد حضرتك متابع يعني على السنه الجديده، يعني بتظهر بقى التوقعات الخاصه بكل برج والناس بتبتدي تشوف البرج بيقول لي ايه في السنه الجديده، هل ده ممكن يأثر على صحتي النفسية أو على يعني مدى صحة قراراتي خلال السنة؟ طبعا ده هيأثر بشكل كبير، خصوصا أنه في ناس زي ما حضرتك قلت كده بتصدق جدا في موضوع الأبراج وبتتفائل وبتتشائم وبتبني حياتها بناء على المستقبل بتاعها أو الطالع بتاعها بيقولوا إيه بيقول إيه، وده جزء سلبي جدا في الموضوع، لأنه لو الطالع بتاعه قال له أنه أنت السنة دي هتخسر فهو مش هيخش أي مشروع السنة دي ومش هيعمل أي حاجة ويفضل قاعد في البيت بناء على المكتوب. حتى لو قرر أنه يدخل مشروع هو هيخسره، لأنه هو سيستم عقله الباطن على الخسارة، يعني هو خلاص بما أنه عرف أنه هو خسران فعقله الباطن بقى بيترجم أي موقف يخشه أنه هو هيخسر السنة دي. ففعلا بيخسر، بيعمل كل الأخطاء اللي تخليه يخسر، ولو البرج بتاعه قال له أنت هتكسب فبيعمل كل حاجة عشان يكسب، ففعلا بيكسب، فيأكد لنفسه فكرة أن البرج بيقول كلام إيه حقيقي. الحقيقة مش البرج بيقول كلام حقيقي، ولكن أنا اللي خدت انطباع من الكلام اللي اتقال على البرج وبقى بيأثر فيا بشكل كبير جدا. ده جزء من ليه علاقة بمعرفة الغيب. وطبعا يعني لو هتسأليني هقول لك أنه المفروض علم الغيب ده عند ربنا بس، فما فيش حاجة اسمها الطالع بتاعي والسنة الجاية يحصل إيه والكوارث اللي هتواجه العالم السنة الجاية إيه. طب أنا هقول ربنا لك بيقول كده. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. أكيد أكيد بكل تأكيد، بس هي مسألة أنه الناس عندها خوف كبير من المستقبل طول الوقت، كلنا بدرجة مختلفة عندنا الخوف ده، فبنروح، أنا مش بروح بس أنا بقيت أشوف أنه الناس بتروح تشوف الطالع، بقت حاجة منتشرة شوية الأيام الأخيرة بطريقة تخض الصراحة،
مش بس انا بشوف برجي في الابلكيشن بيقول ايه ولا في الجورنال بيقول ايه، لا ده انا بروح لعرافات ودجالين يشوفوا الطالع. طيب هو ده طبعا بيروج للسينما الامريكيه وبعض الافلام في السينما المصريه انه دي حاجه ليها معنى وليها تاثير، ولكن في الحقيقه ده طبعا كلام فارغ. هو لما بيروح بيشوف الطالع، هو في الاخر الطالع ده اكيد 100% مش حقيقي، وحتى لو صدف، عشان كده بيقولوا كذب المنجمون ولو صدفوا، حتى لو صدف انه طلع حقيقي فدي صدفه بحته، ولكن مش مقصود بها اي حاجه تانية. ده بالنسبه لفكره ان احنا نروح نشوف الطالع، ده غيب، والغيب علمه عند ربنا، ولو جت مره صدفه مع حد فهي مش معناها ان كل مره هتيجي، ولكن ده انا عقلي الباطن هو اللي بيوجهني ان انا اخسر لانه هو قال هتخسر. زي مثلا انت مخطوبه ورحتي للعرافه وقالت لك انت السنه دي هتسيبي خطيبك، انت بقى مزروع في عقلك الباطن بعد الجمله دي ان انت هتسيبي خطيبك، فهتعملي كل حاجه في يعني السنه دي. يعني الانسان عقله بينساق ورا الفكره دي نفسها، عقله الباطن. بالظبط كده، هتعملي كل حاجه في السنه دي عشان تطفشي خطيبك وتقولي شفت، ما البرج قال ان انا فعلا هسيب خطيبي، انا سبته، يبقى البرج الكلام بتاعه ايه؟ طب معلش كلام صادق. نقف نفهم الناس الفرق ما بين عقل الباطن وعقل الواعي، واي فيهم اللي بيحرك؟ طيب هو العقل الواعي ده اللي هو اللي انا بكلمك بيه دلوقتي، اللي هو الجزء اللي بنسميه تلت الهرم. فرويد لما اتكلم عن العقل الواعي والعقل الباطن قال انه هو زي الايسبرج اللي هو الجبل الجليدي، الجبل الجليدي بتبقى قمته باينه والقاع بتاعه مش باين، القمه بتاعته بتمثل تلت بس والقاع بيمثل التلتين. فالعقل الباطن ده اللي فيه الذكريات وفيه كل التفاصيل اللي عدت علينا في حياتنا اللي ما سابتش اثر في العقل الواعي. والعقل الباطن بيحركنا في اوقات كتيره جدا، تمام، غصب عننا، احنا ما بنشوفوش ولكن بنحس باثره. ازاي؟ زي بالظبط كده لما بنقول قصه فيلم تايتانيك، السفينه خبطت في الجبل الجليد، هو فعليا هم شافوا قمه الجبل وتفادوها، لكن ما شافوش قاع الجبل، بس حسوا بايه؟ بالاثر بتاع الخبطه، وده اللي احنا بنحسه. تصرفاتنا مع كل تنبؤ وتوقع بنسمعه بيدخل في عقلنا الباطن، ونحس اثر عقلنا الباطن في التصرفات اللي بتحصل. فانا خسر نفسي خطيبي لان هي قالت لي خسري او انت هتخسري خطيبك السنه دي، فهلاقي نفسي بعمل تصرفات تطفشه واقول فعلا ده ايه؟ ده حصل وده حقيقي. الحاجه الثانيه، الابراج بتتكلم في حته مهمه قوي اللي هو سمات الشخصيه. أيوة. يقول لك انه دول مولودين، انا ببص على البرج الاقي الشخصيه دي بتاعتي. الكلام ده يناسبني جدا. دي حاجه مشهوره قوي، دي حاجه مشهوره قوي عندنا في الطب النفسي اسمها برنوم افكت. برنوم ده كان او تاثير برنوم، برنوم ده كان ساحر في القرن الكام 19. وبرنوم كان ساحر في امريكا، كان بيقول انه بيعرف الغيب وحاجات زي كده، واشتهر قوي في الحكايه دي. ازاي؟ بان هو كان بيقول للناس كلام فضفاض جدا. فكان يقول مثلا لحد انت هتقابل حد هتعجب بيه السنه دي. فطبيعي هيقابل حد هيعجب بيه. فالكلام هتقابل حب حياته. الكلام عام جدا. يقول له انت السنه دي هتخسر، ممكن تسقط في امتحان، ممكن تسقط في شغلانه، ممكن تخسر فلوس. طبيعي في سنه لازم هيبقى فيه خساره، فالناس تاخد الكلام وتطبقه على حياتها. أعتقد فيحصل كده. هي صفات ممكن يعني ايه تنفع للاغلبيه، لكن مش كدا. ما تخصش حد. بالظبط كده. جاء بعديه عالم احنا النفس. احنا هنتكلم بالتفصيل، لكن خلينا نكمل يعني بعد الفاصل نتكلم عن توافق ما بين الابراج والسمات الشخصيه. هنكمل مع حضراتكم بعد الفاصل مع دكتور محمد حموده استشاري الطب النفسي. بعد الفاصل نكمل كلامنا. اهلا بحضراتكم من جديد، مستمرين في حديثنا مع دكتور محمد حموده استشاري الطب النفسي. ويمكن قبل الفاصل يا دكتور كنا بنتكلم عن توافق السمات الشخصيه مع مساله الابراج، واني ابتدي اشوف برجي بيقول ايه واصدق، ولما الاقي الموضوع كم حاجه فيهم ينطبق عليا ده بيديني مصداقيه للكلام اللي بيتقال، وبيخليني منتظره بقى ايه اللي هيحصل. طب الشهر الجاي برجي بيقول ايه؟ وكنت بتكلم مع حضرتك يعني في الفاصل انه ده بيخليني انساق ورا الكلام ده بشكل كبير. ايوه، ما زي ما قلنا قبل الفاصل ان ده بنسميه برنوم افكت، ودي حاجه مشهوره في الطب النفسي. او فورير افكت. زي ما قلنا برنوم ده كان واحد بيقول انه يعرف الغيب في القرن 19، لكن فورير ده كان عالم نفسي عمل تجربه مع الطلبه بتوعه وكتب النتيجه بتاعتها سنه 1949. التجربه كان انه هو اداهم كل واحد ورقه بتوصفه، بيقول انا هدي كل واحد ورقه توصف سمات الشخصيه بتاعته، وبعد ما وزع عليهم الورق قال لهم اللي اتفقت الورقه مع سمات الشخصيه بتاعته يرفع ايده. قاموا كلهم رفعوا ايديهم. فكلهم استغربوا انه هو ازاي عرفهم كلهم كده. فلم الورق منهم وقرا لهم ورقه ورقه، ف
فطبعا اندهشوا انه الورق كله فيه نفس الكلام. هي الفكره كلها انه هو الكلام فضفاض جدا ينفع لكل الناس. زي كده لما اقول لك انت هتكسبي فلوس السنه دي، ما طبيعي هتكسبي فلوس، ما انت بتشتغلي فلازم هتكسبي فلوس. اي حد هقول له نفس الجمله هيكسب فلوس فعلا. او اقول لك مثلا لما اقول على برج مايل برج ده هوائي، ده معناه ان كل مواليد البرج ده هوائيين وما بيعرفوش ياخدوا قرارات؟ لا طبعا، لا طبعا، ده مش حقيقي. في حد بقى قال انه الكلام ده ليه علاقه بفعلا الميلاد، اتولد في فصل في عالم مثلا قلبه يعني رحيم شويه، في كلام عن في عالم نفسي امريكي عمل دراسه على 300 فرد بيشتغلوا سياسيين وشخصيات مشاهير، ولقى انه الناس اللي ناجحين فيهم فعلا واللي سمات شخصياتهم بتتفق مع بعض مولودين في اشهر متقاربه فعلا، تمام. بس دي الدراسه الوحيده اللي فيها مصداقيه، وقال انه هيحاول يعمل دراسات تانية عشان يثبت ده. لكن الموضوع طبعا ممكن يبقى فيه ناس، اصل خدي بالك تجربه العالم فورير بتقول ايه؟ بتقول انه احنا كلنا عندنا صفات مشتركه، ولكن كل واحد صفات مميزه اكتر من التاني في حته واقل من التاني في حته. فلما اقول لك انت طيبه، ما انت فيك جزء طيب فعلا. ممكن يكون الموضوع متعلق يا دكتور بالنشأة، بالتربيه، بجينات. تاني عايز افهمك بس هو الموضوع فضفاض ازاي. لما اقول لك انت طيبه ففعلا فيك جزء طيب، لما اقول لك انت شريره انت فعلا فيك جزء شرير، لما اقول لك انت عصبيه ما فعلا فيك جزء عصبي، لما اقول لك انت هاديه ما فعلا فيك جزء هادي. فالكلام كله هينطبق على كل الناس، بس انت مثلا عصبيه اكتر من هاديه، ف يعني ده بيفرق بقى من حد لحد. كان في تجربه برضو اتعملت، اتكتب عنها في الاديب البريطاني جونسون، كتب عنها في كتاب اسمه العادات السيئه. انه واحد من اللي بيدعوا ان هم بيعلموا الغيب كان قاعد في وسط ناس وتواصل روحيا مع الاخرين، وبعدين قال لهم انا سامع صوت حد بيبدا، طبعا هو قايل قبل ما يدخل المكان ان هو هيمثل ده، انا سامع صوت بيكلمني والصوت ده اسمي بيبدا بحرف السين. فقامت واحده قالت انا زوجي اسمه سام وتوفى من سنتين واحنا مفتقدينه جدا، فرد عليها وقال لها وسام مفتقدك جدا هو كمان. وهي صدقت ان هو قال اي حرف والموضوع مشي. فمش معنى انه هي مره صدفت او ان احنا عندنا صفات مشتركه يبقى كده فعلا. لكن فعليا بقى احنا عندنا اصلا في الطب النفسي 12 نوع شخصيه بس، كل البشر 12 نوع شخصيه وبيتكرروا. وعلى فكره الشخصيات السويه هي شخصيه بتغلب عليها انها يبقى عندها اكتر من حته، يعني يبقى عنده حته وسواسيه وحته هستيريه وحته نرجسيه. ده الطبيعي، ده الطبيعي بتاع الناس، مش شرط بقى يتوافق. بس مثلا لو البرج مولود فيه مليون واحد هتلاقي منهم 50,000 على الاقل عندهم نفس الحكايه، لان احنا اصلا الشخصيات كلها 12 شخصيه. فهتلاقي في بعض الناس فعلا بتتوافق معاها ومولودين في نفس الشهر. ليه؟ عشان احنا كل سمات الشخصيه الموجوده 12، والطبيعي بيبقى عنده حته من ده وحته من ده وحته من ده. ولو عنده حاجه واحده بتبقى مرضيه، يعني نقدر نقول ان ده عنده اضطراب الشخصيه الهستيريه، ده هنا مريض لازم يروح يتعالج. لكن لو عنده جزء هستيري وجزء نرجسي فهو مش مريض، عنده جزء وسواسي وجزء فصامي فهو مش مريض. طيب مساله انه في حاجات وخرافات دلوقتي عرفنا انها خرافات، كنا زمان نخاف من القطه السوداء، رقم 13، رقم نحس، بعض الخرافات والعيون الزرقاء والكلام ده الناس لسه بتعتقد فيها، هل ده ليه علاقه بحاجه نفسيه ما عند الشخصيات دي؟ خلينا نتفق انه الاشخاص دول مشهور قوي انه الشخصيه بتاعتهم اسمها سكيزوتايبال بيرسوناليتي، اللي هي الشخصيه فصاميه النوع. شخصيه فصاميه النوع دي اشخاص بيؤمنوا بالسحر وبيؤمنوا بتاثير القطه السوداء وتاثير الاشخاص على الاخرين وتاثير الجن والعفاريت في حياتنا، ودايما بيؤمنوا انه كل حاجه متعلقه بقوه عظمى وهم ما لهمش دخل في اي حاجه بتحصل في حياتهم، يعني في قوه اخرى بتتحكم، قوه سحر، قوه خير، قوه شر، المهم انه مش انا اللي متحكم في حياتي. فانت لو بصيتي لي وسقطت يبقى السبب في سقوطي هو بصيتك ليا مش ان انا ما ذاكرتش. فدول نوعيه من الناس مشهوره قوي، وده اضطراب في الشخصيه، وهم دول اللي بيصدقوا بالطريقه دي. وخدي بالك انه اللاوعي الجمعي بتاع البشر دايما بيحاول يرجع اي حاجه تحصل لقوه عظمى اخرى، يعني مثلا زي ما بيقولوا كده طول الوقت انه المرض النفسي ده مس او سحر او حسد. هم بيقولوا كده عشان دايما عايزين ما يبقاش المشكله فيهم هم، مش هم اللي مرضى، ولكن ده غصب عني، ده في قوه اخرى هي اللي بتتحكم فيا وهي اللي عملت فيا كده. لان لو انا مريض يبقى انا مش هتجوز، يبقى انا موصوم بالمرض، يبقى انا محدش هيشغلني وهكذا.
طيب متابعه الابراج ممكن يتحول لادمان بالنسبه لشخصياتنا؟ يعني ممكن حد الموضوع ده يسيطر على حياته بشكل كبير؟ طبعا اي حاجه بتزيد عن حدها بتتقلب للضد زي ما بنقول، فممكن اي عاده شخص بيعملها يوميا تتحول بعد شويه لادمان، خصوصا انه بيكتشف انه ده في مره جات معاه فعلا، فيبقى تاني يوم عايز يتاكد هو الموضوع بجد ولا لا، ويفضل بيجري وراء السراب ده. يعني ناس كتيره بتنخدع وبتجري ورا سراب في حياتها بشكل عام، فبنفس الطريقه هو بيجري ورا سراب لانه هو ادمن الفكره، الفكره نفسها دخلت في دماغه، وهو غالبا هيكون شخصيه زي ما بنقول سكيزوتايبل، اللي هي فصاميه النوع، اللي هي بتصدق قوي في الحكايه دي ولا شخصيه قلوقه مثلا زياده عن اللزوم، فدايما طول الوقت خايف عايز يعرف اللي جاي. على فكره الشخصيات القلوقه هتشتغل اكتر ما هتقعد تقلق من المستقبل. قلقنا من المستقبل ما بيغيرش المستقبل، ولكن احنا الناس اللي بيقعدوا يدوروا على المستقبل ويفكروا فيه دول سكيزوتايبل، دول ما بيحققوش اي انجاز فعلي، لكن الناس القلوقه الاوبسيسيف بيشتغلوا. في قلق، ولكن القلق بيخليهم يشتغلوا. ازاي نواجه القلق من الحياه والخوف من المستقبل؟ واحنا خلينا متفقين كلنا بدرجات متفاوته عندنا حته الخوف من بكره ده، واحنا داخلين سنه جديده الناس بقى كل واحد وانا بشوف ده شيء ايجابي على فكره، اني قاعد اشوف عملت ايه السنه اللي فاتت، حققت ايه، حققت يعني منه نسبه قد ايه، المفروض اعمل ايه السنه الجايه، يبقى عندي كده اجنده بالقرارات اللي المفروض اعملها في السنه الجديده. لكن وانا بعمل كل ده وانا بحاول اكون شخصيه ايجابيه وعندي روح تفاؤليه للسنه الجديده، بيبقى عندنا حته كده خوف من المستقبل، المفروض اواجهها ازاي؟ طيب هو احنا الخوف من المستقبل ده حاجه طبيعيه زي ما حضرتك قلتي، ولكن هو القلق بشكل عام او الخوف يبقى حاجتين، يا قلق مرضي اللي هو مبالغ فيه، قلق يعجز الشخص، او قلق بدرجه بسيطه يخلي الشخص يشتغل اكتر. على حسب، لو القلق مرضي يعجز الشخص يبقى محفز ليه يبقى يعني؟ ما هو ساعات القلق زي ما بقول لك بيبقى محفز، او قلق بدرجه كبيره يبقى قلق مرضي يعجز الشخص. لا مش وسواس قهري، يعجز الشخص. زي ايه؟ زي واحد عنده امتحان وهو قلقان جدا من الامتحان بتاع بكره، من كتر القلق قعد يرجع وما راحش الامتحان اصلا، تجنب الامتحان. هنا القلق اتحول من فير عادي لانكزايتي، والانكزايتي اتحولت لفوبيا لدرجه انه حصل افويدنس، كلمه فوبيا او رهاب تعني تجنب الموقف اصلا. فلو القلق زاد وتحول لفوبيا اللي هي بتخليني اتجنب المواقف، هنا في مشكله. لكن لو القلق عادي في الدرجه الطبيعيه فهو بيحفزني ان انا ابذل مجهود اكتر واشتغل اكتر. فعلى حسب شخصيه الفرد بقى، في اشخاص بتكون عندها القدره على انه تنتج مع القلق، فتلاقي انه مذاكرته يوم الامتحان زادت بشكل كبير، لانه هنا بقى في قلق. حتى في الماتشات تلاقي اللعيبه في اخر 10 دقائق جابوا جون عشان هم شدوا حيلهم في اخر 10 دقائق في الماتش، عشان القلق ان الماتش ايه هيخلص. هي الفكره دي طول الوقت موجوده. وفي قلق بقى يعجز، تلاقي في لعيبه في نهايه الماتش مش عارفين يكتبوا حاجه، مش عارفين يجيبوا جون، او طلبه في نهايه الامتحان مش عارفين يكتبوا حاجه، خلاص الورقه موجوده قدامهم وهو الافكار كلها ضربه في بعضها، فمش عارف يكتب اجابه سؤال. طيب يا دكتور، رساله منك للاسر المصريه، للاطفال المصريه، واحنا داخلين سنه جديده، يعني اي روح المفروض نتحلى بيها واحنا في سنه داخلين على سنه تبدو انها مش سنه سهله برضه؟ حلو. مستقبلنا بايد ربنا في الاول وبعدين بايدينا في الاخر. يعني اللي هتعمله هتلاقيه، فسيبك من حكايه الابراج وسيبك من القصص الوهميه وانك تجري ورا سراب، وركز في انك تبذل المجهود المناسب. ربنا بيقول كده، ان الله لا يضيع اجر من احسن عملا، ده وعد ربنا لينا. اشتغل بجد هتلاقي نفسك بتكسب وبتنجح وكل حاجه انت عايزها بتحصل. تكاسل واتكل على حكاية الأبراج أو على أي حاجة تانية هتفشل كالعادة، ودي حجة الفشل أغلب الوقت. إنه البرج بيقول لي إنه أنا السنة دي مش سنتي، ده مش حظي، السنة دي مش بتاعتي. طيب حك، طيب شايف برضو أنا كنت بكلم إنه عندنا الخمس سنين اللي فاتوا أنا حاسة إنه في صحوة في مسألة الاهتمام بالصحة النفسية، وده شيء مهم جدا وإحنا داخلين على سنة جديدة. فعلا هو في صحوة بسبب البرامج اللي أنتوا بتقدموها الفترة اللي فاتت، وإنه بقى في توعية بشكل كبير، والناس بدأت تهتم بالموضوع لأن هم بدأوا يلاحظوا إنه في تغيير حقيقي بيحصل. لما الشخص بيكتشف إنه مريض نفسي ويروح لدكتور فبيتغير بجد على مستويات كتيرة جدا. وخدي بالك إنه العالم كله كان عنده نفس الاستجما دي، فكرة إنه المرض النفسي حاجة سيئة وكلنا مش عايزين نروح لدكاترة نفسيين، دي استجما موجودة في العالم كله مش مصر بس، وكل العالم بيواجهها، فاحنا بنواجهها زي ما كل العالم بيواجهها، ولما بنواجهها فعلا بنكتشف ان احنا عندنا مشكلات في شخصياتنا وان احنا محتاجين نغيرها. احنا بنشكر حضرتك، شكرا جزيلا دكتور محمد حمود استشاري الطب النفسي، شكرا جزيلا على وجود حضرتك معانا، وكل سنه وحضرتك بخير. شكرا لحضرتك وللساده المشاهدين. ان شاء الله تكون سنه خير ومحبه، ونتفائل جميعا بسنه تكون حلوه علينا كلنا. كل سنه وحضراتكم دايما بخير، وكده نكون وصلنا لنهايه حلقتنا النهارده، اشوفكم دايما بخير.